رفع الصادرات خارج المحروقات إلى 10 مليار دولار مع نهاية سنة 2023، تحد رفعته الجزائر، ويعمل المتعاملون الاقتصاديون على تجسيده بما يعكس استمرار وتيرة الإصلاحات التي تعرفها التجارة الخارجية للبلاد، هو ما أكد عليه الوزير الأول خلال افتتاحه لمنتدى التصدير من أجل التجديد الاقتصادي. كانت الجزائر تتوفر على 43 ألف مستورد و200 مصدر، وليسوا مصدرين دائمين لما كانت تعتريهم من مشاكل وعوائق وبيروقراطية. الآن لدينا 13 ألف مستورد، 30 ألف يعني راحت اللي كانت تستورد ما هب ودب، ولدينا أكثر من 3000 مصدر مسجل، منهم 1500 مصدر قاموا بعملية تصدير حقيقية. لسنا ضد الاستيراد، ولكن استيراد الذي يسمح للجزائر بالولوج في سلاسل القيم العالمية، الاستيراد المكمل لحاجيات الاقتصاد الوطني، الاستيراد المكمل لحاجيات المتعاملين الاقتصاديين. سنة 2023 ستكون أيضاً سنة تعزيز الأمن الغذائي والصحي بتوفير عديد المواد الأساسية التي نقوم باستيرادها حالياً، وذلك بالنظر إلى التغيرات الجيوستراتيجية الحاصلة على الساحة الدولية. فالحكومة ستعمل وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية على الوصول مع نهاية 23 إلى التغطية الكاملة من احتياجاتنا من مادتي السكر والزيت، زيت المائدة، 80% من الطلب الداخلي على المواد الصيدلانية. فهذه الإنجازات ليست بالهينة، وبفضل الله ومشيئته وعزيمة الخيرين في هذه البلاد سيتم بلوغ هذه المستويات غير المسبوقة في انتظار القادم من إنجازات التي تصب جميعا في تحقيق أمننا الغذائي والصحي. المتعاملون الاقتصاديون عبروا عن ارتياحهم لمرافقة وتسهيلات الدولة لعملياتهم التجارية بهدف تسهيل وتذليل كل العقبات أمام حركة تصدير المنتجات الجزائرية. لازم نغير المعادلة، كان من السهل جدا الاستيراد ومن الصعب التصدير. اليوم لازم تتغير الأمور، لازم تكون من السهل جدا التصدير والتعامل مع الاستيراد بطريقة يعني حازمة، خاصة لمحاربة تضخيم الفواتير. problem pour nous en tant qu'exportateur de clinker et de ciment, nous avons le problème qui se pose, c'est le problème de logistique au niveau des ports. Donc il faut régler le problème de ship loader, les équipements de chargement et les silos pour exporter le ciment. Si on arrive à lever ces obstacles, on fera les 15 millions de tonnes à 20 millions, donc on va faire le milliard de dollars. جهود تندرج في إطار الرؤية الاقتصادية الجديدة التي تمضي فيها الجزائر بخطى ثابتة نحو إرساء أسس صلبة لاقتصاد وطني جديد متنوع ومستقل عن التبعية لعائدات المحروقات.